يو السلام عليكم شباب، ومرحبا بكم في فيديو جديد، ورجعنا لكم في مقطع جديد يا اصدقاء. فيديو ديال اليوم يا اساطير، كما شفتوا في العنوان والمينياتور يا اصدقاء، الصوره المصغره، يوتيوبر اسمه شهير لعبه فري فاير يا اصدقاء اختفوا عن لعبه فري فاير واعتزلوا اللعبه ولم يعودوا ينشروا في قناتهم لعبه فري فاير يا اصدقاء. المهم، قبل ما نبدا هذا الفيديو لا تنسى دعمنا بالضغط على زر لايك والسبسكرايب. المهم ما نطولش عليكم، خليكم على الانترودكشن. How heavy is that light work and the bass on the track on my face in the back like I'm taking a slap. ونحن رجعنا الدراري من جديد يا اصدقاء. المهم، المرتبة الأولى راح يكون معنا هو مستر حنان يا أصدقاء. هو يعتبر من اليوتيوبرز القدماء في لعبة فري فاير يا أصدقاء. اللي ما يعرف مستر حنان راح خليكم مقطع تشوفوا من هو مستر حنان يا أصدقاء. ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب وبنات؟ إن شاء الله بخير، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. وآخر فيديو كان له في قناته يا أصدقاء قبل سنتين يا أصدقاء. كان عنده آخر فيديو يا أصدقاء بأنه كارينا فري فاير بندد له الحساب تبعه الأصلي. ممكن لما بندد له كارينا حسابه الأصلي يا أصدقاء، يمكن مبقاش عنده الشغف واعتزل اللعبة يا أصدقاء. واليوتيوبر الثاني يا أصدقاء معنا هو حشيش يا أصدقاء، حشيش الأسطورة. بما يعرف حشيش راح نخليكم في مقطع حشيش يا أصدقاء. مرحبا بكم في فيديو جديد في فعالية ضحكتي شباب. بالنسبة للفعالية اليوم، وحشيش لم يعد ينشر في قناته منذ سنتين يا أصدقاء. آخر مقطع له كان قبل سنتين يا أصدقاء. خلينا نروح لليوتيوبر الثالث. واليوتيوبر الثالث يا أصدقاء معنا الأسطورة جمل هيروشيما يا أصدقاء، أسطورة فري فاير يا أصدقاء. الذي لا يعرف جمال هيروشيما راح اخليكم في مقطع لجمال هيروشيما. احلى مشاهدين في العالم، مرحبا بالناس الكل في هذا الفيديو الجديد مع جمال هيروشيما. فيديو اليوم سوف اعمل هذا الفيديو قبل ما نعمل ما نعرف العنوان، لكن في اخر فيديو قصير شورتس يا اصدقاء كان يسال متابعينه هل يرجع للعبه ام لا يا اصدقاء. خلينا ننتقل لليوتيوبر الرابع يا اصدقاء، هو اخو جمال هيروشيما، هيرو تي في يا أصدقاء، الأسطورة المشهور بكلمة الزرزبان. الزرزبان، جئنا لكم اليوم بفيديو جديد وغريب وعجيب. اليوم فيديو، والله كان هيرو يا أصدقاء، هيرو تي في كان يمتعنا في اللايفات أيامات الحجر الصحي يا أصدقاء. كان يطلق لايفات 4 ساعات 5 ساعات يا أصدقاء، وصول لجراند ماستر. المهم، خلينا ننتقل لليوتيوبر الخامس والأخير يا أصدقاء معنا في هذا الفيديو، الأسطورة وسيم يا أصدقاء، المعروف بوسيموس. الذي لا يعرف وسيموس راح أخليكم في مقطع لإله يا أصدقاء. السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي واسيموس. اليوم نحب نحكي لكم على حكايه ستوري اللي هبطت على انستغرام، بويسكو برشا من الناس قاعدوا يبعثوا لي في المساجات. وكان اخر مقطع له يا اصدقاء كانت ردت فعله على روك اف اف يا اصدقاء، حوالي قبل سنه يا اصدقاء. المهم، هل ستظنون ان هذا اليوتيوبر هل يعودون من جديد يا اصدقاء؟ اكتبوا لي في التعليقات اليوتيوبر اللي بدك يعود للعبه من جديد يا اصدقاء. المهم يا ساتير، اتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، لا تنسى اللايك والسبسكرايب. المهم ما نطولش عليكم، كان معكم اخوكم محمد، سلام.